تخبرنا كتب السيرة أن صلاح الدين الأيوبي عشية معركة حطين كان يتفقد جنوده، فمر على خيمة يتلو فيها الجنود القرآن ويصلون، فقال: من هنا يأتي النصر. ومر على خيمة أخرى فرأى الجنود يتسامرون ويتضاحكون، فقال: من هنا تأتي الهزيمة. ولكن هذه الكتب لا تقول إن صلاح الدين كان قد هيأ للمعركة مجانق أذهلت جيوش الصليبيين. ليس بالدعاء والصلاة فقط تنتصر الأمة، ولا بالأسلحة فقط، إنما هي دين ودنيا معا، والأخذ بالأسباب ثم جعل التوكل على الله لا على الأسباب. وتخبرنا كتب السيرة أيضا أن محمد الفاتح السلطان ذو 22 عاما، التقي النقي الذي فتح الله القسطنطينية على يديه وتقلد أرفع وسام النبوي، قال فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم: نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، كان صائما طائعا، وهذا حق. ولكن هذه الكتب لا تخبرنا أنه يوم ذاك كان يمتلك أقوى مدفع على وجه الأرض. حتما نحن لا ننتصر بالمدافع، والدليل أن لدينا اليوم منها الكثير ولكن بدون فائدة. المعادلة لم تكن يوما خيارا بين العبادة والأسباب، بل التكامل بينهما. ثم إن الأخذ بالأسباب عبادة، أجل عبادة. الأمة التي تستورد كل شيء من الإبرة حتى الصاروخ لن تنتصر أبدا. الأمة التي لا تصنع سلاحها لا تملك حرية استخدامه. والسلام عليكم ورحمة الله.